وقت الراح كم واحد استفزني فيديوهات بوستات صفحات عم تنغزني وانا ولا على بالي كلامكم كلماتكم بلا حكمة كما افعلكم ما عم غني الراب حتى اجي لك يو يو عم غني واجع ذاتي يا اخي ما بيهمني فلو وفلواتي من ذاتي هي كلماتي على الموسيقى فيني مر كل شيء حياتي وراي جيش مستمع عهدوني بالاخوة برفع راسي في يوم منهم بستمد القوة هذا هو اللي خلى اعدائي يشعلوا اسأل عدوة بيقلك متمني اقتله في ناس بتنتقدني لاني داخل بالتجارة هني مصروفا من البابا بيستنوا الاشارة شوف الفرق بيني وبينك وافهم العبارة قبل ما تحكي عني الطهر وصلي استخارة هاي رسالة لكل من يعشق النميمة داخل بفن الراب لوصل رسالة سليمة من دون شتيمة عم حارب الناس اللئيمة متربي على النجاح لاني رافض الهزيمة هاي رسالة لكل من يعشق النميمة داخل بفن الراب لوصل رسالة سليمة من دون شتيمة عم حارب الناس اللئيمة متربي على النجاح لاني رافض الهزيمة قالوا زادوا عادوا رجعوا قالوا زادوا عادوا كل واحد فيهم فنه هابط واستلم منصة قالوا زادوا عادوا رجعوا قالوا زادوا عادوا اسمعني افهمني افهم معنى القصة انا مسامح لكن عايش بغابة ابحثوا عن التسامح وافهموا سر الاجابة الراب بدمي منه بتنفس حرية بباطن هالفن حامل اوجاع الانسانية بقمة الراب بنيت قصر صوره عالي بسجل بصور بمنتج باخرج لحالي في ناس شوهوا الراب كلام فنه هابط شابت اللحية ولسه بمكاني ثابت بنتقي كلماتي اخلاق ودين وثقافة بعيد عن الفن الهابط وعن السخافة اعلام فاشل كل همه انه يجمع اموال بيخرب عقول اجيال مثل اعور الدجال هاي رسالة لكل من يعشق النميمة داخل بفن الراب لوصل رسالة سليمة من دون شتيمة عم حارب الناس اللئيمة متربي عن نجاح لاني رافض الهزيمة هاي رسالة 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 رافض الهزيمة رافض الهزيمة رافض الهزيمة هاي رسالة 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 رافض الهزيمة رافض الهزيمة بيني وبينك وافهم العبارة قبل ما تحكي عني الطهر وصل استخارة هاي رسالة لكل من يعشق النميمة داخل بفن الراب لوصل رسالة سليمة من دون شتيمة عم حارب الناس اللئيمة متربي على النجاح لاني رافض الهزيمة هاي رسالة لكل من يعشق النميمة داخل بفن الراب لوصل رسالة سليمة من دون شتيمة عم حارب الناس اللئيمة متربي على النجاح لاني رافض الهزيمة قالوا زادوا عادوا رجعوا قالوا زادوا عادوا كل واحد فيهم فنه هابط واستلم منصة قالوا زادوا عادوا